السيطرة كانت كاملة بالنسبة لنا. يمكن أنا كنت بطمح إن نبقى العدد الأهداف أكتر من كده، استغلنا الأهداف كان لازم يبقى فيه يعني عايز أقول استغلال الفرص بشكل أفضل من كده عشان تقفل النتيجة أو تقفل المباراة. يمكن سيطرنا على معظم أوقات المباراة، لحقت لنا أكتر من فرصة. النهارده مروان بيأكد بهدف كويس، ناصر ماهر يمكن أول هدف ليه مع النادي الأهلي، دي برضه من الإيجابيات. لكن أنا كنت بطمع إن كنا نزود عدد الأهداف بتاعتنا، خصوصا على مدار الشوط الأول والشوط الثاني لحقت لنا فرص، حتى التغييرات زي ميدو جابر جات له يمكن أكتر من فرصة، وناصر ماهر، مروان محسن، الشوط الأول كان في حمودي، يعني لحقت لنا أكتر من فرصة. لكن الحمد لله بقول خطوة كويسة، لسه في 90 دقيقة هناك في أثيوبيا، أديس أبابا، مهمين جدا. لكن بنقفل خطوة الأفريقيا خلاص وبنبدأ نفكر في الدوري، عندنا مباراة مضغوطة على طول يوم الاثنين مع نجوم المستقبل. نتمنى إن شاء الله إن احنا يخش لنا ناس من المصابين على أساس إن احنا نبدأ نعمل روتيشن على لاعبتنا، لأن بنلعب جمعة وبعدين اثنين وجمعة تاني. فنتمنى إن شاء الله إن بكرة وبعد إن شاء الله يخش لنا حد من المصابين على أساس إن احنا نبدأ نقوي أو نبدأ ندعم إن شاء الله الفرقة. شكرا. على حاجة، الفرص مختلفة، في جزء عدم تركيز، في جزء فقدان ثقة. مش هتكلم على الأشخاص بس، كل حالة مختلفة شوية عن اللي بيضيع. في جزء محتاج، أو بعض الفرص من بعض اللاعبين محتاجة يشتغل بشكل فردي من خلال التدريبات الفردية. ودي يمكن الفترة اللي أنا مسكت فيها ما كانتش متاحة قوي، لأن احنا بنلعب كل 3 أيام، ومش عايز اعمل اي لود على اللعيبه، ومش عايز اعمل اي مجهود، لان احنا يا دوبك بنعمل ريكفري في استشفاء، في حاجات كلها لايت تريننج يعني. بالنسبه طبعا لوليد سليمان، وليد قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي، قيمه كبيره جدا لمصر. وليد على مدار 10 سنوات مع النادي الاهلي بيقدم كره مميزه جدا، وبيقدم مستوى مميز، قدوه لزمايله، قدوه للاعبين في مصر. أنا طبعا أتمنى إن هو يفوز بالجائزة، وأتمنى وليد لا أنا بتكلم على إن وليد ليه أحقية إن 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 هو ياخد جائزة على مستوى أفريقيا. وليد بطولة أفريقيا اللي فاتت أحرز 6 أهداف، كان ليه بصمة في مباريات كتيرة جدا، كان ليه دور كبير جدا مع النادي الأهلي في وصوله لنهائي أفريقيا، أيضا في بطولات قبل كده. يمكن معايا انا في 2013 عمل بصمه قويه جدا في دوري المجموعات وفي قبل النهائي والنهائي. وليد قيمه كبيره، وانا شايف انه من اللاعبين المهمين جدا بالنسبه لي. اتفضل. ما اقدرش نقول انها تبقى مشكله دائمه يعني، لان ليها طرق علاج طبعا ان شاء الله هنشتغل عليها. وبرده في دور على اللعيبه، في دور على اللعيبه انه لازم يركز ولازم يبقى فاهم ان اي فرصه بتيجي ممكن ما تجيش تاني. ففي دور على اللاعب وفي دور على الثقه، ودي بتيجي للاعب نتيجه استغلاله، اذا كان مروان او ناصر او حمودي او ميدو جابر، المجموعه اللي هي بتجي لها فرص قدام. محمد شريف النهارده نفس الكره، يمكن مع الوصل قبل كده بدماغه برده النهارده نفس، جات له نفس الفرصه. لكن اللي انا عايز اقوله ان مهم جدا
انا كمدرب لما بتجي لي فرص معناها ان اللعيبه دي بتتحرك صح، ومعناها اللعيبه دي جريئه وبتروح على الجون. ان شاء الله نستغل الحته الثانيه مساله الثقه على اساس ان يقدروا يستغلوا الفرص دي. بالنسبه لوليد سليمان، وليد طبعا الفتره الاخيره بيلعب يمكن واخد كثافه ماتشات عاليه. اللي انا عايز اكده ان هو برده عنده بعض الشكاوي شويه من رجليه، وبالتالي بحاول ان انا يعني اريحه على اساس ان يعني زي ما تقول بيتعالج. هو بيتعالج وبيعمل اجراءات علاجيه، بس من خلال برده ان هو موجود معانا، من خلال هو موجود معانا. لكن لما بلاقي فرصه ان انا اقدر اريحه على اساس ان يبدا يمشي في خطوات علاجه كويس، بستغل الفرصه دي. بس شريف كويس مفيش مشكلة، يعني يمكن بس هو حاسس بحاجة بسيطة في الفخذ، في عضلة الفخذ، لكن الحمد لله يعني كمل المباراة بشكل كويس مفيش مشكلة. يمكن هو ما حبش يلعب الحاجات الطويلة أو الكرات اللي هي ضربات المرمى على أساس إن ما تزيدش، لكن الحمد لله كويس. عاشور عارفين أنكر رجله من مباراة بتروجيت، فخدنا منه طبعا 60 دقيقة أو 65 دقيقة. شايف إنه إن شاء الله هتبقى خفيفة مش قوية، يعني هو بس حصل له زي شعور بالألم شوية، ففضلنا إنه يريح يطلع وينزل هشام محمد يكمل نفس الشغل. الله يبارك. نشتغل في التمرين زي ما انت بتقول، بنشتغل في التمرين على حاجة بتتعمل في بعض أوقات المباراة، لكن مدى وصولهم لا لسه. يعني أنا شايف إن احنا عندنا أفضل من كده. أنا شايف إن احنا كنادي أهلي المفروض نلعب كورة أحلى من كده، المفروض يبقى عندنا تحكم أكتر من كده في رتم الماتش، سواء في الاستحواذ أو في التلت الأخير ومدى فعاليتنا وتغيير الرتم بتاعنا في التلت الأخير. لا يعني محتاج، او انا طمعان يبقى احسن من كده بكتير يعني. بس بدون تحديد نسبه مئويه، بس انا طموحي او طمعان ان احنا يبقى في رتم اعلى من كده، وفي استحواذ عايز اقول اسرع وبفاعليه اكتر في التلت الهجومي. شكرا. بالنسبه للاعبين المعارين اللي احنا هنعيرهم قصدك؟ لا لسه، احنا كل تركيزنا المجموعه اللي موجوده كلها موجوده، احنا تركيزنا في المباراه. يعني شايف كل 3 ايام بيلعب مباراه سواء دوري وافريقيا ودوري، يعني فكل تركيزنا بيستخدم اللعيبه كلها اللي معانا، نحاول نرجع اللعيبه المصابه. مفيش اي تفكير خالص في الاعاره دلوقتي بالنسبه لاي لعيب عندنا. يعني انا بالنسبه لنا لسه ما اتناقشش ده. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا لسه ما اتكلمناش. كل اللعيبه متاحه حاليا، كل اللعيبه مركزه ان احنا الخطوات بتاعتنا، وبعد كده يبقى نشوف ممكن لمين يبقى نفكر في الحته دي. شكرا. شكرا للزميل الكريم احمد، وده كان جزء من المؤتمر الصحفي بعد المباراه. شفنا محمد يوسف بيتكلم عن هذه المباراه. محمد يوسف باين على وشه الحزن مع انه كسبان 2-0، لكن هو عارف اهميه المباراه اللي جايه، وعارف كميه الفرص اللي ضاعت من لاعبي النادي الاهلي. سهله، كان في فرص ضاعت برعونه، وكان في فرص ضاعت خلاص، يعني هي المفروض تترجم لاهداف.